بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة بتقول فكرة واحدة: أي خير لازم تعمله لازم يرجع لك. بسيطة جدا جدا جدا، بس على قد إيمانك بيها على قد ما هتعيش سعيد في الدنيا ويترسم على وشك بسمة أمل. أي خير لازم يرجع لك، موضوع منتهي، قانون من قوانين الحياة، زي ما الشمس بتطلع من الشرق وبتغرب من المغرب، الخير لازم يرجع. القصة بتقول إن سعيد كان متخرج لسه من الجامعة، وكان عنده طموح بيحلم فيه إن هو يشتغل في شركة كبيرة على وظيفة في تخصصه، وشركة من أكبر الشركات اللي موجودة في البلد، ورئيس مجلس إدارتها من الناس الناجحة المعروفة. سعيد راح على مدير شؤون الموظفين وقدم أوراقه، طلب منه صورة مرفقة بالسي في، قد حط الصورة، قال له طيب اتفضل بقى روح وهنبقى نتصل بيك. طبعا سعيد هو مروح عارف إن محدش هيتصل بيه، يعني هو بس بيخبط على الابواب، لان اكيد الناس اللي عندهم وسايط او الناس الاهم او اللي جايبين، يعني هم دول اللي هيهتم بيهم اكتر منه. بعد شويه كام يوم بس لقى اتصال بيقول له احنا عايزين نسالك شويه معلومات. فقال له معلومات ايه؟ انا مقدم السي في بتاعتي. قال له ابوك كان بيشتغل ايه؟ ابوك كان بيعمل ايه؟ عمالين يسالوه على ابوه فهو مش فاهم يعني. المهم قال لهم المعلومات المطلوبة، خد بعضه وروح. بص لقى تليفون موظف الاستعلامات بيتصل بيه بيقول له أهلا وسهلا بالأستاذ سعيد، حضرتك شرفتنا، اتفضل علشان رئيس مجلس الإدارة هيقابلك. فقال له لا حضرتك بتكلم حد غلط، أنا سعيد اللي مطلب وظيفة. قال له أيوة اتفضل حضرتك بكرة. مش مصدق نفسه، راح بكره لقى واحد مستقبله على الباب تحت بتاع الشركه: اهلا وسهلا استاذ سعيد، يعني فيلم كوميدي يعني، شرفتنا جدا، اتفضل اوصلك لاوضه رئيس مجلس الاداره. فسعيد قال له لا حضرتك خالط بيني وبين شخص تاني، انا موظف بسيط جاي اطلب وظيفه. قال له مش حضرتك اسمك الاستاذ سعيد وحيد فريد وميعادك الساعه 5؟ فسعيد قال له ايوه مظبوط. قال له طب اتفضل حضرتك اتفضل. دخل سعيد لقى رئيس مجلس الاداره مستنيه في مكتبه الفخم، سعيد مش فاهم حاجه خالص يعني، ودخل اهلا اهلا بالعزيز الغالي اهلا، سعيد مش فاهم. فقال له يا فندم انا بشكرك جدا على الحفاوه دي، بس انا حاسس ان انتوا بتتكلموا على شخص تاني غيري. قام رئيس مجلس اداره فتح مكتبه ومطلع صوره قديمه كده ووريها له، قال له تعرف الصوره دي؟ فقام سعيد صرخ قال له دي صوره المرحوم ابويا، انت حضرتك كنت تعرفه؟ قال له المرحوم هو الراجل الطيب ده توفى الله يرحمه. فسعيد قال له أنا مش فاهم حاجة. قال له أنا هحكي لك الحكاية. قال له أنا لما كنت قدك يا سعيد ما كنتش رئيس مجلس إدارة كبير ولا الفخامة دي كلها، أنا كنت شاب عادي جاي للقاهرة عشان أقدم في وظيفة زيك بالظبط، وأنا في الأتوبيس اللي جايبنا من المنصورة للقاهرة بحط إيدي في جيبي لقيت محفظتي مش موجودة، ارتبكت وعرقت وبقيت مش عارف هتصرف إزاي. كان قاعد جنبي واحد، الواحد ده هو أبوك. الراجل ده قام طلع لي فلوس بمنتهى الشهامة ودفع لي تمن التذكرة وقال لي طب وانت هتقعد في القاهرة قد ايه؟ قلت له انا هقعد في القاهرة لغاية ما اشوف. قال لي الفلوس اهي. قلت له لا انا مش عايز اخد الفلوس، اصر ان انا اخد الفلوس. دفع لي كل الفلوس دي. سألته حضرتك اسمك ايه؟ قال لي وحيد فريد وبيقولوا لي ابو سعيد. ببص لقيت بين الفلوس صورة ليه كان حاططها غلط. قلت له انا مش هرجع لك الصورة، انا هحتفظ بصورتك لان فضلك كبير عليا، ربنا في عيني في يوم من الايام ورجع لك الأمانة دي. وانتهت علاقتي بيه من يومها، وفضل في ذاكرتي وكبرت ونجحت. الأسبوع اللي فات فجأة كده جالي هاتف أطلب من رئيس شؤون الموظفين يوريلي كل سيفيهات الناس اللي متقدمة، فلقيتك صورة طبق الأصل من المرحوم، فخليتهم يكلموك يسألوك بعض معلومات فتأكدت إن أنت ابنه. أنا برد لك الجميل، أنت هتتعين يا سعيد في الشركة. يا جماعة القصة دي بتعلمنا حاجة حلوة قوي، الخير لازم يرجع. والله العظيم الخير لازم يرجع. اوعى تخاف، اعمل الخير وانت اوعى تقول كلمة اعمل الخير ورمي البحر، ده كلام غلط. الخير هيرجع. بسمة امل لكل انسان يعمل الخير وهو مطمئن ان ربنا هيرجع له الخير. شكرا والسلام عليكم.